شهادة صدام حسين في السلطان قابوس رحمهم الله بقلم كريم فرمان بعنوان لماذا كتب صدام عدا جلالة السلطان قابوس؟ ربما لن أضيف شيئا إذا ما كتبت إشادة بشعب عمان الطيب الأصيل ودورهم في التاريخ مشهود ومحمود بصفحات من نور، لكني أردت فقط أن أقدم شهادة للتاريخ عن انطباعات وقناعات زعيم عربي عملت بقربه لسنوات وسمعت منه واطلعت على هوامشه التي يكتبها على الأوراق أو التقارير الرسمية أو ما كنت أسمع من صدام حسين شفهيا من تعليقات نحو سلطنة عمان. مرة طلب مني الرئيس صدام حسين رحمه الله أن أعد له ملخصا عن التأثير العماني في أفريقيا وزنجبار قبل أن يصل الرئيس التنزاني في زيارة لبغداد سنة 1980، وكان العراق يقدم مساعدات لتنزانيا ومنح دراسية ومقاعد في الكلية العسكرية العراقية. رفعت للرئيس الملخص، وهذه صيغة معتمدة في مكاتب الرؤساء والملوك بسبب حجم المسؤوليات واتساع الالتزامات، ويتعذر عليهم قراءة كتب أو أوراق عديدة. علق صدام بعبارة لا زلت أتذكرها: عمان ليست دولة هامشية، إنها إمبراطورية تستحق مكانتها في العالم. خلال عقد الثمانينات كان لدينا سفيرا في مسقط هو السيد ياسين علوان الجبوري، وبطبيعة الحال فتقارير السفراء في دول العالم عن أي مواضيع تتعلق بتقييمات حكام الدول المعتمدين لديها ومواقفهم أو آرائهم ترفع نسخة منها من الخارجية إلى مكتب رئيس الجمهورية. كان سفيرنا دمث الخلق ولطيف المعشر ومن أسرة كريمة، وعمل فترة نائبا لرئيس جهاز المخابرات يكتب تقارير عن مهمته في مسقط، ومن ضمنها يقول: نادرا ما يطلب جلالة السلطان قابوس سفيرا أجنبيا معتمدا في غير اللقاءات البروتوكولية وتقديم أوراق الاعتماد أو التوديع. وفي الليلة الماضية اتصل بي مستشار صاحب الجلالة قيس الزواوي، أخبرني: تعال إلي لنذهب معا بالطائرة إلى صلالة للقاء صاحب الجلالة. وأي سفير يحظى بمثل هذه اللفتة الكريمة لا يطير فرحا. ويضيف سفيرنا الجبوري: كان جلالة السلطان قابوس خلال اللقاء يحمل مشاعر ود وحب كبيرين للشعب العراقي، وعلى اطلاع واسع وثقافة تاريخية بخلفية العلاقات التاريخية بين عمان والعراق، وحملني سلاما حارا وتحيات قلبية خالصة لسيادة الرئيس صدام حسين. علق صدام على التقرير بالنص: السفير، عمق علاقتك بجلالة السلطان، فهو رجل حكيم لشعب عظيم أسهم في التاريخ بدور كبير. أهل عمان هم فرسان البحر وسادته وابن ماجد منهم. عندما لبى جلالة السلطان قابوس دعوة الرئيس صدام للمشاركة في القمة العربية في بغداد، ومعروف أن السلطان قابوس لا يحضر أغلب القمم العربية ويرسل ممثلا عنه، أوصى الرئيس صدام مدبر التشريفات في رئاسة الجمهورية نديم الياسين أمامي: خذ بالك من ترتيبات إقامة السلطان قابوس على أفضل وجه، هذا سلطان ابن سلاطين عظماء مو شيخ عشيرة. كان صدام يجل ويحترم السلطان قابوس بعاطفة خاصة، كما أنه كان يردد: إن أهل عمان أطيب وأدب العرب. مرة عرض وزير الخارجية الأستاذ طارق عزيز تقييما عن ردود الفعل الخليجية المتوقعة على اجتياح العراق للكويت، فقال إنهم جميعا سيقاطعون العراق ويسحبون بعثاتهم الدبلوماسية من بغداد، فقاطعه صدام: عدا عمان. استفسر طارق عزيز فقال: سيدي الرئيس، كيف توصلت لهذا الاستنتاج؟ فقال صدام حسين: نحن العرب أخطأنا جميعا في مقاطعة مصر وشعبها عام 77 للميلاد على خلفية كامب ديفيد، إلا سلطنة عمان أبقت علاقتها مع مصر وانتقدناها جميعا، ولكن مع مرور الوقت تأكد خطأنا نحن جميعا وصحة موقف السلطان، بحيث أنا شخصيا تزعمت جهود استعادة مصر مقعدها في الجامعة العربية عام 1986.
بعيد تداعيات أزمة الكويت وحرب الخليج ومقاطعة الدول الخليجية للعراق، وظهور بعض التصريحات المتشنجة من بعض الدول الخليجية، كتب صدام في حالة غضب أمراً بالخط الأحمر لوزير الخارجية: تسحب جميع الأوسمة العراقية من حكام الخليج عدا جلالة السلطان قابوس. لقد امتازت العلاقات العراقية العمانية دوماً بنوع من الثبات، ولم تتعرض لأي هزة أو قطيعة، وهي امتداد طيب للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين العراقي والعماني.